بغيت غير نسولك الله يحفظك. سول سيدي واخا الريزو عندك كيتقطع. الو كتقول فيها فرحان؟ راه على هذا الشيء معيط انا، لا ريزو لا كونيكسيو زايدينها ساعه. واش طالع لك الاف في التليفون؟ وراه طالع عليا خدمتكم فراسي. صيفطت رساله في الواتساب من الصباح وهي كدور وكتعطيني غير سايي، كون صيفطتها في البوسطة كون وصلت. وانت السي احيزون، السيد بغى يشكي لك على الكونيكسيو مشى ليه الريزو. ايوا الساعه ولا جديده ولا القديمه؟ مستشفى الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة يتم تدشين هذه هذا الفضاء الصحي. إنه فضاء بأزيد من 7 قاعات مخصصة للفحص الطبي وللعلاجات التمريضية ووحدة إزالة الصدمات والمراقبة الطبية. هذه الإضافة الصحية النوعية بمستشفى محمد الخامس بطنجة هي الأولى من نوعها بالمغرب. C'est pour magnifier le Coran. On a décidé sur les instructions du Haut Conseil de la Fondation d'organiser un concours de lecture du Coran, une compétition entre tous les centres et écoles coraniques du Mali. باش نديرو دورة استثنائية على مشروع قانون واحد، هذا مسألة غير محبدة، ولكن كاين مشروع قانون الإطار ديال التعليم. ولكن ما داش اليوم خصو يدوز، غادي يدوز إلا ما داش اليوم غادي يدوز نهار الأربع ولا الخميس. وكاين أيضا في جلسات استثنائية أخرى. أي أنا ما حيت الجلسة الاستثنائية راه مازال الدورة الاستثنائية مازالت مفتوحة، اليوم غادي نصوتوا على مشروع قانون، ويوم الأربعاء أو الخميس نصوت على المشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي. نفذت القوات المسلحة الملكية بمعية نظيرتها الأمريكية في إطار مناورات الأسد الإفريقي 2019 بميناء أكادير سيناريو محاكاة لإنقاذ ركاب باخرة تعرضت لمشكل ما داخل السواحل البحرية، وذلك بعد دراسة وضعيتها من الداخل والخارج. اولا خصنا نتكلموا على خصنا نعرفوا شنو الحساسيه ديال الربيع، لان هناك حساسيات ديال الربيع. حنا تنقوموا بواحد التحاليل جلديه ديال الحساسيه باش نعرفوا النوع ديال النباتات اللي خلق الحساسيه عند الانسان. واش مثلا شجر ديال الزيتون ولا شجر ديال الليمون، واش هناك اشجار اخرى ما تنساش حتى النخيل بعض الاحيان تيتلقط ايضا حساسيه في الناس ديال الجنوب. تنقوموا بالتحاليل الجلديه باش نعرفوا النوع ديال الحساسيه عاد نعطيو العلاج. بطبيعه الحال العلاج خص الناس يفهموا واحد المساله، ولكن خصهم ياخذوه قبل ما يجي فصل الربيع. راه كاين الحل غير نتوما الله يهديكم. شنو هو الحل في نظرك السي احيزون؟ مورا 12 ديال الليل كتخفاف الكونيكسيو، وديك الساعه راه ما تكونيكتا. ايوا مورا 12 ديال الليل راه كلشي كينعس، مع من غنتكونيكتا السي احيزون؟ مع الجنون. الله يجنبنا من الخايب، وما عرفتش انا ما نسعش كدير هكا دايما. كاين اللي كيقول لا عمره مره كنكون شي وحكه صحيه، راه مات راه توفى. كاين الناس اللي كتبغيني داك النهار والله التليفون ما حبش، الناس كلشي تخلعوا. يعني علاش هاد الاشاعات كتخلعوا ديالي وانا بالضل بيضاء ويدي بالسعيديه وانا دابا كندير العلاج ديالي وتخلعوا بزاف عليا؟ الله يهدي ما خلق، ونتمنى لهم ما يبقاوش يديروا هاد الشيء لا معايا لا مع اي واحد ولا مع اي فنان. يعني ماشي ضروري المشاهير ولا انا ما كنحسبش نفسي فاهمه، انا كنحسب نفسي انني محبوب لدى المغاربه، الناس كتبغي وانا كنبغيهم بزاف. Graneco puise son inspiration de l'économie circulaire. Donc, on a relevé 2 menaces principales portant sur l'environnement. La première, c'est les déchets et la gestion des déchets. Et une deuxième, c'est la déforestation. Donc, on s'est dit qu'on pouvait apporter une réponse concrète à ces 2 menaces en mettant justement l'une au service de l'autre. Donc, les déchets au service de la déforestation. Donc, comment ? Donc, à travers d'abord une valorisation des déchets, principalement le marc de café, qu'on recycle sous la forme de bûches et de granulés. Donc, c'est des biocombustibles plus performants que le bois en termes de rendu calorifique.
الشركة المتخصصة بإدارة لا تور إيفيل كانت خلقت واحد المسابقة على صعيد فرنسا باش تاخد أحسن بروجي اللي خصنا نعملوه على لا تور إيفيل. دونك أنا الحمد لله شاركت بالشركة ديالي وخدينا أول جائزة وإنفاكت طبقوا هذاك البروجي ديالنا في لا تور إيفيل. دونك جابوا لنا الحمد لله لي ميديا ديال فرنسا، دونك كنا في التلفزة الفرنسية.